الفجر عمره ما يتولد وسط النهار، يلزم له عتمة يشقها علشان يعيش، وما فيش ديابة بتتوجد وسط العمار، وبدون هدف ما تستحق انك تعيش. الفجر عمره ما يتولد وسط النهار، يلزم له عتمة يشقها علشان يعيش، وما فيش ديابة بتتوجد وسط العمار، وبدون هدف ما تستحق انك تعيش. أحلى بداية للكلام هو السلام. سلام عليكم. خش على طول في الحلقة، وعايز أتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا يخص الشباب الصغيرين اللي لسه بادئين تمرين. في مشكلة أنا بشوفها حتى عندي في الجيم، اللي الولاد اللي بيجوا يتمرنوا معهمش مدرب، يعني معهمش حد هو المدرب الخاص يمرنهم ويقول لهم بيعملوا إيه، بيبقى عندهم شوية معلومات من على الإنترنت، عندهم معلومات واخدينها من ويب سايتس معينة وبيبدأوا يشتغلوا عليها. على فكرة دي حاجة حلوة جدا إن أنت تعمل كده، إن أنت تخش كل شوية تجيب كل ما هو جديد وتعرف إيه اللي موجود في الفيتنس وإيه موجود في البادي بيلدر وبناء العضلات، وإزاي تقدر تشتغل على عضلاتك، وإزاي تقدر تبني العضلة وتعمل لها فوليوم، وإزاي تعمل ديفينيشن وتعمل هاي ديفينيشن، يعني تخلي العضلة ناشفة قوي شكلها حلو جدا. الكلام ده حلو جدا ورائع ولازم تعمله ولازم تشوفه وتفرج عليه، بس المهم العملي، التطبيق في البوزيشن والموشن، يعني وضعك وانت بتعمل التمرينة والحركة بتاعة التمرينة لازم تكون صح. انت ممكن تكون شايفها على الكمبيوتر عندك وتشوف الحركة عاملة ازاي، بس ازاي تقدر تعملها صح؟ لان الناس اللي بتعمل التمرين ده وانت بتتفرج عليه هم حاسين الموشن، حاسين الحركة، انت برضو لازم تحسها عشان تعملها صح. ولا يخليك تعمل الكلام ده المدرب اللي واقف معاك، مش عيب اللي انت ترجع تسأل المدرب وتقول له اقدر اعمل ايه، يقولك مش عيب. اللي انا عايز اتكلم فيه بقى الاهتمام بالأبر بودي، بالجزء العلوي من الجسم، وما بيهتموش خالص باللور بودي، بالنص التحتاني العضلات الرجل، يعني بيبدأوا يشتغلوا على البايسبس والترايسبس والشيست والباك والشولدر، يعني الكتف والصدر والعضلات البايسبس والترايسبس اللي في الدراع، وبيهملوا خالص النص التحتاني الرجل. الجزئية المهمة جدا بقى اللي يا جماعة تمارين الرجل مهمة جدا، لأنها بتشغل كل العضلات بتاعت الأبر بادي بتاعت النص اللي فوق. ليه؟ عشان التستوستيرون اللي موجود في الخصيتين
هو ده اللي بيشغل كل العضلات بتاعة الجسم. دايما الناس متخيلة ان تمارين الرجل بتخسس، او مش مهم تمارين الرجل. في حد يقدر يبني عمارة من غير اساس؟ في حد يقدر يبني عمارة من غير ما يحفر تحت خالص في الارض ويبدأ يعمل عواميد جامدة جدا عشان تشيل كل الجزء اللي فوق؟ فايه الصح؟ ان العواميد اللي في الارض تحت هي اللي شايلة كل الجزء اللي فوق، فهي السابورت، هي الامان للجزء اللي فوق. فلازم تهتم جدا 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 برجلك، وتمارين الرجل يا جماعة بتضخ دم لكل الجسم، بتعمل اللفة بتاعت الدورة الدموية دي مهمة جدا، ولما بتلعب رجل بتنشطها أكتر بكتير، فبتلاقي كل عضلات الجسم ضخ فيها الدم بقوة، وكمان بيشتغل التستوستيرون اللي موجود في اللور بادي النص التحتاني على كل عضلات، بينشط التستوستيرون الموجود في جسمك الطبيعي. فمن فضلك لما تروح الجيم العب كل عضلات جسمك. فاصل نرجع نكمل كلامنا، من فضلكم استنونا. رجعنا بعد الفاصل وراندي هاتريك. راندي هاتريك هو اول واحد اخترع تمرينه التيو ار اكس. الراجل ده كان ضابط في الجيش الامريكي في سلاح البحريه، وكان قاعد كده فاضي مش عارف هو بيتمرن، بيحب يتمرن على البادي ويت، يعني بيحب يتمرن على التمارين اللي هي البوش اب اللي هي الضغط والحاجات اللي هي يقدر يعملها بنفسه من غير اجهزه. فلقى الحزام بتاع الباراشوتات، الباراشوت اللي بينطوا بيه ده، لقى الحزام بتاعه فكه من الباراشوت وبدا يعلقه في اماكن، في شجره، في اي مكان يقدر يتملك بيه، وبدا يتمرن عليه تمارين بينه وبين نفسه، قعد يخترع تمرين لغايه ما القائد بتاعه او مديره في الشغل لقى ان شكل جسمه بيتغير، فبدا يجيبه يقول له انت بتعمل ايه؟ فبدا يشرح له موضوع التمرين اللي بيعمله. فالقائد بتاعه قال له مرن كل الناس على التمرين ده، وبدا فعلا يمرن كل الكتيبه بتاعته على الـ TRX او على الطريقه اللي هو اخترعها، لغايه ما انطلقت الطريقه دي. معنا النهارده كابتن احمد عبد الحميد، عالمي وملك تي ار اكس في مصر، هو يحكي لنا الموضوع ده اتطور ازاي، وبعدين بقى شكله حلو ازاي، وتقدر تعمل الكلام ده في البيت ولا لا، تقدر تجيب تي ار اكس تشتغل في البيت ولا لا. احمد ازيك؟ اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ اهلا بحضرتك. الحمد لله. انت عملت معايا تمارين؟ اه طبعا. حلقات الورك اوت. ابتدينا الورك اوت قبل كده، دي كان اول ظهور ليا مع حضرتك يعني. لا بس كانت حلوه قوي، الناس كانت عاجباها قوي. احكي لي بقى قصه التي ار اكس، يعني احكي لي انا هبتدي اكمل. انطلق ازاي في مصر؟ انا هبتدي اكمل من بعد ما حضرتك وقفت. حضرتك طبعا جبت الهيستوري بتاعه، هو بدا ازاي؟ ازاي عمل التي ار اكس؟ بعد ما ابتدى طبعا ان هو يصمم التي ار اكس، هو طبعا صممها في الاول مش بنفس الشكل اللي هي عليه دلوقتي. يعني كان الموضوع عملها بدائيه، حاجة ابسط حاجه بدائيه ان هو يقدر ان هو يتمرن بيها. بعد طبعا ما جابت نتيجه كبيره جدا معاه، ولقوا ان هو في ترانسفورميشن اسرع من التمرين العادي اللي هم كلهم بيتمرنوه. طبعا التمرين بتاعهم حاجه قويه جدا، فلما يلاقوا ان في حاجه اقوى من التمرين اللي هم بيتمرنوه واحد عملها، فلازم بقى يعملوا ستوب بقى ساعة. يعني في الوقت ده ان هم يشوفوا ايه بقى الغريب في نقدر كده نعمل الكلام ده ونستفيد منه ازاي في الكتيبه اللي احنا قاعدين فيها. تمام. من غير ما نروح جيم ولا اجهزه من غير حاجه تسهل عليهم، ان هم طبعا بيروحوا كامبس، مفيش جيم، مفيش يعني مفيش مكان ان هم يتمرنوا فيه، وهم عايزين حاجه سهله زي ما حضرتك قلت ان هو يعلقها في اي مكان، يتمرن في اي مكان. بالسبب ده هم قالوا عن التي ار اكس، يعني راندي هاتريك قال جمله بسيطه جدا بتلخص التي ار اكس كله. ايوه. اني ون اني وير اني جول كور ماسلز اول ذا تايم. اني ون اللي هو اي حد ممكن يعمل تي ار اكس، اني وير في اي مكان، اني جول اي هدف هو عايزه، عايز يعمل ماسل جين، عايز يعمل فات لوس، يعني نقدر نقول ان التي ار اكس فول باكج. التي ار اكس بتعمل كل حاجه يا جماعه، بتشتغل على كل حاجه، اي هدف عايز يوصل له بشكل جسمه التي ار اكس ممكن يعمل الكلام ده. واخر حاجه كور ماسلز اول ذا تايم، اللي هي مشكله الناس طبعا كلها، اللي هي منطقه الكور اللي هي البطن بالوسط بالكلام ده كله، ده بيضيعها تماما لسبب ان هي بتشتغل على الكور از ستابلايزر ماسل. الستابيليتي بوينت في جسمنا، عنصر الاتزان في جسم الانسان، هو طبعا الكور. الكور اللي هي البطن واللور باك، يعني هم دول رمانه الميزان بتوع
الجسم. فدي اهم جزء هو التي ار اكس بيركز عليه، بلس طبعا باقي الجسم كله. الشيب الطبيعي اللي ما بقاش فيه اي مشكله، كمان انا عارف ان هو قليل الاصابات، ما بيعملش اصابات تمام. خالص وبيعالج كمان. عشان السبب ده في فيلد اصلا، في جزء في التي ار اكس، تي ار اكس راندي هاتريك برضو اللي عمله عمل جزء ده للعلاج الطبيعي، حاجه اسمها يعني ده للريهابيتيشن، جزء اسمه سبورتس ميديسن تي ار اكس. فمعنى ان هو يعمل حاجه زي دي ان دي حاجه تمرين لعلاج اي اصابات يقدر الناس تعمل. فابتدى ان هو يعمل، يقسم التي ار اكس بعد كده بتوسع شويه، ابتدى ان هو يعمل اكاديمي بعد ما كان الاول بيمرن في الجيش بس وبيمرن الناس اللي معاه بس، ابتدى ان هو الموضوع يتوسع شويه ويبتدوا ان هم يعملوا كورسز يمرنوا ناس ان هم يبقوا بقى من بره، يجوا ناس من بره ياخدوا الكورس ده ويبداوا يشتغلوا في كل الجيمات. تمام. وده اللي انا عملته، ان انا بعد ما ابتديت طبعا عرفت الموضوع، ابتديت ان انا اخد كورس، ابتديت ان انا يبقى في ايديوكيشن في الموضوع، ان انا اسافر، ان انا اطبق الموضوع ده هنا. فابتدى ان هو الموضوع يبقى فيه توسع اكتر. طبعا الموضوع بدا كان عدد الانستراكتورز قليلين قوي، وخصوصا في مصر. يعني في مصر ما كانش فيه من فتره قريبه، من حوالي مثلا سنتين او ثلاثه، ما كانش فيه الا اثنين. كانوا قليلين جدا. دلوقتي ما شاء الله في مصر بقى فيه كتير قوي. دلوقتي احنا وصلنا ل 22 بلس. برده ان في حاجه ثالثه عملوها في الاخر، ان اي حضرتك طبعا عارف ان لازم الواحد وهو بيتمرن في ثلاث حاجات لازم يركز عليهم. ان انا بشتغل على حاجه تبقى للفتنس ليفل وللشيب، وحاجه تبقى للاستابيليتي، ان انا يبقى عندي اتزان في جسمي وفي حياتي كلها، حاجه للتوازن، وثالث حاجه للشكل. تمام. وثالث حاجه للمرونه بقى. ابتدوا ان هم يعملوا حاجه اسمها تي ار اكس فور يوجا، ان هو يعمل حاجه تي ار اكس فور يوجا، تي ار اكس بس بطريقه اليوجا. ازاي ده بقى؟ ان هو طبعا حضرتك عارف ان اليوجا مش مجرد ان الناس زي ما في مصر عارفين، او في ناس كتير عارفه ثقافه اليوجا، بالنسبه لهم ان هو يقعد يربع ويعمل ايده كده. انا اتكلمت في الموضوع ده بس، يعني حضرتك اتكلمت عليها في زي ما حضرتك كنت اتكلمت في اليوجا في الحلقه بتاعه اليوجا، ان في بوزيشنز بتبقى صعبه اليوجا. فيها حاجات صعبه جدا مش سهله ان هو الواحد يبداها. فالتي ار اكس الستربس بتاعت التي ار اكس دي بتساعده ان هو يعمل حاجه زي دي. لما الكور بتاعه يبقى قوي فطبيعي ان هو يقدر ان هو طبعا زي ما حضرتك اتكلمت ان هي الاساس الكور، لو الكور كويس يبقى يقدر يعمل اي موفمنت بطريقه صح. فهو التي ار اكس بيوصله لحاجه زي دي، ان هي يعمل له سبورت، يعني رجله يعمل له امان، يبقى في امان ان هو يقدر يمسك في التي ار اكس، يقدر يعمل بيها سبورت. لو عايز يعمل هاند ستاند بوش ابس، الناس الموضوع بالنسبه لهم صعب ان هو يعملها، فالتي ار اكس بيعملها بطريقه سهله، ان هو رجله بتبقى في التي ار اكس بتعمل سبورت شويه. طب سريعا، تي ار اكس بيخسس؟ طبعا زي ما قلنا اني جول، اني جول التي ار اكس بيوصل لاي هدف، بيخسس كويس قوي وبيعمل شيب رائع، بيعمل بالانس، بيعمل توازن، بيعمل مرونه رهيبه، ومفيش اي اصابات ولا ويت. يعني هو الويت، الوزن هو وزن جسمك اللي بتستخدمه. الناس تقدر تعمله في البيت، يعني الناس اي حد يقدر في اي مكان. انا بتمرن في البيت، بتمرن في الجيم، بتمرن في كل مكان. تقدر النهارده تتمرن في الجيم، تقدر بكره تتمرن في البيت، مفيش حاجه. تقدر بعده التي ار اكس حاجه قد كده شايلها معاك في الشنطه بتاعتك. ايوه، ممكن تتمرن في اي مكان. جيت في مكان جميل زي ده وعايز ان انت تتمرن، تقدر ان انت تعلق التي ار اكس في شجره، في عمود، في اي حاجه وتقدر تتمرن. طيب من فضلكم يا جماعه، اللي ناوي يتمرن تي ار اكس وعايز يعمل الكلام ده وفعلا هيعمل كده، من فضلكم يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك. بس اللي عنده نيه، اللي فعلا هيعمل الكلام ده، شكرا، واشوفك ان شاء الله تاني ان شاء الله. فاصل نرجع نكمل كلامنا، من فضلكم استنونا. جننتي بنتك كل ما تروح لدكتور التجميل ومعاكي البنت في ايدك وهي عندها 14 15 سنه وشايفاكي بتعملي ايه، فالبنت عايزه تقلدك بدري بدري، فبتبدا البنت تفكر انا عايزه اعمل زي ماما بالظبط. طب انتي عديتي 30 سنة 35 سنة، قولي البنت لا، مش لما تيجي تقولك انا عايز اعمل زيك توافقيها وتاخديها توديها لدكتور التجميل. بشوف بنات صغيرين، انا تقريبا اطفال، عاملين ماشيين كلهم عاملين مراخيرهم. الكلام ده يا جماعة ايه صحيتهم؟ دكتور ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا، منورنا. ازيك، اخبارك يا حبيبي؟ دكتور هاني نبيل زي ما عودنا ومعانا في حلقاتنا بيتكلم في احلى حاجات واجمل كلام، فهناخد رأي النهارده ونشوف ايه اللي بيحصل بقى للبنات. موضوع السن الصغير، امتى نروح للتجميل؟ مش بس المناخير، لكن عشان حضرتك بديت بموضوع المناخير فنتكلم عنه ونقول ان احنا مش المفروض نبتدي نفكر نعالج مناخيرنا قبل 20 21 22 سنه من العمر. ده مش مقبول، لان لا زالت المناخير تحت النمو، شكلها هيتغير، وشنا بيكبر، مناخيرنا بتكبر معاها، التناسق والتناغم عشان نوصل له مش هيبان شكلنا ايه الا عند 22 23 21 سنه بالظبط. يعني المناخير شكلها بيتغير لحد سن، حتى لو طويله شويه فيها كده بيبقى عندنا تصور هي هتخلص على ايه، بس مش مستحب نشتغل فيها قبل 20 21 سنه عشان الغضاريف، المناخير فيها جزء عظمي وجزء غضاريف، في الاخر
هو التقاء العظم المناخير بتشكل مع فتحات التنفس بيشكل شكل مناخير النهائي. ده اللي احنا بنشتغل عليه سواء عظم او من او طب انت يا دكتور الولد او البنت يبداوا يلجأوا للجراحه يغيروا شكل مناخيرهم؟ مش نغير شكل المناخير، هو عاده اللي بيحصل يجملوها يعني نجمل المناخير. في صدقني في حوالي 60 70% من الحالات اللي بنشتغل فيها مناخير بتكون سبب مشكله تروما، خبطه حصلت في سن صغيره، كلنا واحنا بنلعب واحنا لسه اطفال في سن البلوغ قبل ما الغضاريف تكتمل نضجها اتخبطنا في المخده، اتخبطنا واحنا بنلعب كوره. لكن في الاخر احنا بنشتغل على المناخير دلوقتي، كمان بقى عندنا اجهزه كمبيوتر صغيره بنصور حضرتك من مناخيرك او نطلع المقاييس نوع 3D dimensions، نوع 3 dimensions، نوع نوري حضرتك انت مناخيرك يبقى شكلها ايه. بقينا بنوصل لقناعه انا والعيان او العيانه ازاي نوصل للشكل ده، الشكل اللي انت عايزه، لان دي كانت من اكبر المشاكل اللي قابلنا نور في عمليات المناخير. وليه علاقه بقى بالتنفس يا دكتور؟ او طبعا طبعا في بعض الاحيان بيكون طبعا اعوجاج الحاجز الانفي مثلا، ده موجود عند نسبه كبيره قوي 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 من الناس، يمكن 60 70% من الناس الطبيعيه عندها اعوجاج في الحاجز الانفي. لكن التدخل النهارده لو ما فيش مشكله في التنفس يبقى خلاص بيعدي من ناحيه الانف والاذن، من ناحيه التجميل ممكن نظبط الشكل. بعض العيانين دلوقتي في الفريق التجميل اللي بيشتغل مناخير بشكل حرفي بيبقى معانا في العمليات دكاتره انف واذن، عشان لو العيانه بتشتكي من مشكله تنفس فيها عندها مشكله في الوظيفه، بدل ما انا اعالجها لها ودي خبرتي فيها كجراح تجميل انا او غيري محدوده، طب ما نجيب حد متخصص يعالج لها المشكله دي. فبقينا بنعالج مشكله التنفس مع مشكله الشكل كمان. اول حد طلع زمان يا دكتور لو انت فاكر مايكل جاكسون لما عمل مناخيره، وكانت مناخيره بقى ايه يعني صغيره قوي ومرفوعه سنه لفوق. انا كنت عايز اعرف ايه الهدف يعني، هو ليه كان عاملها هل ده كان مناسب ليه؟ انا اعتقد انه ما كانش مناسب لشكله، انه كان ممكن تتصغر في مرحله. هو عمل 8 عمليات متتاليه للوصول للنتيجه دي، لدرجه ان في حته من الجلد وقعت وبقى بيلبس عليها زي بلاستيكه تغطيها. مايكل جاكسون كان جزء من كتر العمليات اللي اتعملت يعني، ده مش مطلوب في التجميل خالص، مش مطلوب نفضل نعمل عمليات لدرجه ان احنا نبقى عندنا هوس العمليه. في مشكله في المناخير هنصغرها شويه، هنرفعها لو كانت شويه مش مرفوعه دلوقتي. نسبه تناسب يا دكتور يعني، انا شايف النسبه والتناسب دايما هو الوش، ربنا سبحانه وتعالى خالق الوش في احسن صوره. ده حقيقي، وش حضرتك، وشي، وش اي حد، وشه مخلوق في احسن صوره بالمناسبه ليه. فهي نسب كلها بتلاقيها ايه يعني، عشان يعني راكبه كلها مع بعض. عشان كده بنحاول ما نعملش للتطرف حتى في التجميل، ان احنا بنوريك الصوره بنقول لك دي النسبه الصح اللي المفروض تكون عليها، وفي اغلب الاحوال بنوصل لقناعه انا وانت ان احنا مبسوطين. في حالات كتيره دلوقتي كمان يا نور ما بقيناش بنحب نعالجها بالجراحه. طب ما تيجي نرجع بقى ايه للحته الاخيره دي عشان نفيد الناس سريعا قبل ما الفقره تجري بينا. دلوقتي لو البنت قعدت تزن وتخبط في الارض وترفص عشان تعمل عمليه تجميل، اللي هم صغيره 15 سنه لا لا. 17 سنه 18 سنه، ايه نوع العمليه؟ المناخير؟ لا هنقول مناخير، هنقول شويه بعض الحالات بنحتاج فيها شويه تنفخات يعني. بص إيه؟ لا 15 16 انا ما بشتغلش معاهم خالص، الا لو كان في عيب خلقي بنصلحه. حد ابقى جايب شفه انبيه اتعملت كذا مره، ما ساعات بنعمل عمليات تجميل لاطفال عندهم 3 6 شهور، سقف حلق مشقوق مش عارف يرضع، شفه انبيه، في عمليات بتتعمل لاعاده التاهيل. في الاخر عمليات تجميل ساعات بتكون مطلوبه، لكن التجميل اللي هو بهدف التجميل فقط ان احنا نظهر في شكل اجمل، ده بحب اجله 18 19 سنه. طب لو عندها عيب خلقي، مش عيب خلقي يتعمل، هي عندها شكل شويه حاجه مش عاجباها او حاجه وحشه في مناخيرها في بقها، وبدات البنت تشيب شويه ورايحه لل للثانوي ورايحه الاعدادي الاول والثانوي، وهي طول الوقت حاسه لما تبص في المرايه مش راضيه عن نفسها وتخش في ديبريشن. لا في الحاله دي بنبتدي نتعامل معاها سايكولوجيكلي. الحاله النفسيه مهمه قوي. الله يفتح عليك يا دكتور. الموضوع ده يا جماعه مهم جدا. في دكاتره مش مهم عندها اي حاجه، ما دام في فلوس داخله وما دام هيعمل عمليه كبيره صغيره مش مهم. الدكتور هاني قال نبدا نعالجها الاول نفسيا، وده مهم جدا، عشان برضو الدكتور هاني قال من شويه ان الوش او الـ النسب بتاعه الشكل الوش بتتغير ولسه ما تبقاش اكتملت مع السن لغايه تقريبا 18 19 سنه. هنوصل 19 نعدي ال 20 نشتغل براحتنا، احنا كده مطمنين تماما. نعدي ال 20 نبقى تمام بالظبط. الاهتمام تمام. الاهتمام بالحاله النفسيه للمريض، مريض التجميل ده انسان. الناس في بعض الاحيان يمكن اجيال سابقه عننا من 10 15 سنه كانوا بيشوفوا ان الحد اللي رايح يعمل تجميل ده شخصيه مجنون مترفه او مجنونه. ده مرفه صدقني يعني، واكاد لا ابالغ لو قلت لك يا نور ان احنا بنعالج جزء من المشاكل الاسريه
مشاكل في الشغل. أطفال برضه أطفال يعني في المدرسة واللي بيقعدوا يتريق عليهم. بيجي لنا أطفال عندهم موضوع الأذن الوطاطية في المدرسة وبيتريقوا بنعملهم. قصدي في الآخر مش بس المتجوزة مخلفة اتنين تلاتة وجوزها بدأ يعزف عنها لمجرد إنها شكل جسمها اتغير تخنت شوية. بنت عايزة مخطوبة وعايزة تتجوز وخطيبها ما لا خسي الأول حاولت تخس ومش نافع بالرياضة مش نافع وقتها ضيق وعايزة حد يساعدها. نفسيات دي مهمة قوي. فعلا صح لأن دي أول مرحلة لازم نتكلم فيها وهو العلاقة النفسية بالمراية. ده مهم قوي. إيه شكلك قدام المراية اللي أنت طول الوقت تبص في المراية وحاسس إن أنت الزمن بيجري بيك وانت ممكن تكون لسه صغير. عشان مثلا لو قعدت يومين ثلاثه ما نمتش كويس او ما شربتش ميه كويس وحسيت ان وشك دبلان بتحس ان انت كبرت وانت لسه صغير. طيب روح لدكتور هاني بقى نساله على الجولدن يير يعني السن الذهبي هو ده للجمال يعني. السن الذهبي للجمال طبعا بيفرق من حد لحد بس هو عرف بالدين بان هو 33 34 سنه السن اللي هنبعث عليه نخش بيه الجنه ان شاء الله. ان شاء الله هو ده السن 33 34 ده مكتمل النضج قمه الجمال. في ناس بيصلوا قبل كده في الدنيا في ناس بيصلوا بعد كده. انا شايف ان لكل سن جماله يا نور. يعني هل النهارده واحنا عندنا 20 سنة ما كناش حلوين بحلو. لما بتشوف صورك من 10 سنين بتقول ايه ده هو انا كنت نور ده بس انا شكلي كده احلى. هي صح. انا شكلي صح. اكتر نضجا صح. لما هتشوفها كمان 10 سنين ربنا يديك الصحه وطول العمر تقول يا انا كنت بلبس كده كنت بتكلم انا واصحابي لما نقعد نتفرج على صور لينا زمان واحنا في المدرسه انا قرا مش عايزين نشوف مش عايز تشوفها الصور دي خلاص بالنسبه لنا حاجه. لو تفتكر اليوم اللي اتلقطت فيه الصوره وشفتها كنت فرحان بيها جدا طبعا لكل سن جماله. وده عايزين نقوله هنا من برنامجك الجميل ده انه مش معنى ان حضرتك او حضرتك كبرتوا شويه انه فقدتوا الجمال. انتوا بقيتوا في مرحله تانية للجمال. عيش جمال المرحله بالزبط. دي بالظبط استمتع بيها حافظ عليها وتحافظ عليها لما تكبر بقى شويه تعدي على دكتور هاني مش مهم يعني اللي انت هاني او غيره قصدي تعدي على دكتور بالجمال. تعدي على دكتور التجميل بس حتى لو للنصيحه بالظبط مش لازم يشتغل في وشك ويبدا يعملك عمليات تجميل بس ممكن يديك نصيحه تكون فل الفل وده الهدف الاسمى بالظبط. لا زال دكتور التجميل اسمه دكتور. احنا ليه نعيا ليه نروح للدكتور ما نحافظ على نفسنا عشان ما نروحش مش ده هدف احلى واسمى هو ده. هو ده. شكرا يا دكتور واسعدتني النهارده واكيد ان شاء الله الناس استفادت منك يا رب نكون افدنا الناس مبسوطه واشوفك قريب كده. سيانو. شكرا جزيلا يا حبيبي. يا جماعه من فضلكم حب نفسكم شويه فاصل نرجع نكمل موضوعنا من فضلكم استنونا. جينا للتمارين النهارده عندنا تمارين الترايسبس. زي ما شفنا قبل كده عملنا حاجات بتاعه البيجنر الناس لسه بادئه بعدين بدانا في البايسبس للاعلى شويه الادفانس والنهارده هنعمل تمرين الترايسبس للادفانس المستوى الاعلى شويه الناس المتقدمين شويه في التمرين. يعني عندنا التمرين هتبقى الوزن اعلى شويه وهنعمل حركه هرميه شويه يعني نطلع بالعدد ونطلع بالوزن وبعدين نبدا ننزل تاني هرمي. النهارده التمرين هتكون ان شاء الله بسيطه بس ركزوا عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها ونشوف مع كابتن احمد عبد الحميد التمرينه شكلها ايه. يلا بينا. عملنا ترايسبس للناس البيجنر علمناهم ازاي يبداوا يعملوا البوزيشن والموشن ازاي الحركه تكون سليمه والوضع يكون سليم عشان الحركه تبقى كامله ما عندهمش اي مشاكل ولا اي بعد الشر اصابات. هنعمل شكل اللي هو في مرحله متقدمه شويه وهو الادفانس اللي احنا هنبدا نعمل التمرينه متخصصه شويه. بمعنى ايه؟ احنا كنا اللي قبل كده بنعمل التمرينه بنسميها على الطاير. النهارده الموضوع اصعب شويه. انا بعمل التمرينه وانا على البنش الوزن هيبقى اعلى شويه. الكوع لازم يكون المستوى الكوع بالكتف لازم يكون ثابت ما بعملش لوك ابدا عشان ما اعملش مشكله لعضله مفصل الكوع. زي ما انتم شايفين احمد بيشتغل كوعي موازي للكتف ببدا اعمل حركه بنزل وبطلع زي ما احمد اطلع يا احمد افرد سنه صغيره بنزل بره الوش الناحيه الثانيه لو انا بلعب بايديا الشمال يبقى الناحيه اليمين وانزل ما وصلش لغايه الوش بس مستوى اعلى سنه وابدا اعمل اربع مجموعات
بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه عشان يبقى عندنا القدره والعضله يرجع لها الاكسجين تاني اللي يبقى تتمرن بنفس القدره المجموعه اللي قبليها. وابدا ابدل وبعدين اعمل الاثنين مع بعض. ابدا انزل، انا مرجع كوعي سنه لورا بس هقفل سنه كوعي كده عشان ما احملش على مفصل الكتف. برجع كوعي سنه صغيره لورا وابدا اطلع وانزل والكوع سيمي لوك، يعني ما بعملش ابدا قفله، لا بفرد على الاخر ولا بتني على الاخر عشان ما اعملش مشكله لمفصل الالبو، مفصل الكوع. لاني لما بفرد وبتني كتير بوزن تقيل بعد شهر ممكن يحصل خشونه ويبقى عندنا مشكله في المفصل. ببدا انزل واطلع بالراحه جدا، زي ما قلنا انا بنزل بالويت بالوزن والجاذبيه الارضيه. وبطلع بالوزن والجاذبيه الارضيه، يعني وانا طالع بعمل انقباضه وانا نازل بعمل انبساط، لازم احافظ على الانقباض اللي انا بعمله يبقى انزل بانبساط بسيط جدا. عملت شكلين للترايسبس، مره سنجل ومره دبل، هبدا اعمل دلوقتي الدايموند اللي انا بقفل كوعي، بقفل ايديا على بعض وبنزل وبطلع، وهنا برضو ما ينفعش ان انا افرك كوعي على الاخر ولا اتنين على الاخر عشان دي خطر جدا ان انا اعمل ده، عشان هيبقى في حمل على الكتف وعلى الكوع، فلازم الحركه تكون قصيره زي ما احمد بيعمل كده. اربع مجموعات، كل مجموعه من 12 عده او نخليها من 8 ل 12، من 8 ل 10 او من 10 ل 12 عده، بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه راحه. هناخد الشكل الرابع والاخير اللي هو الدبس. بنزل وده لازم يكون في مرحله متقدمه والعضله تكون قويه وعضله الكتف تكون قويه عشان ده بيحمل على مفصل الكتف. يعني ده انا ما بحبوش بصراحه، بس احنا بنعلمه للناس اللي حابب اللي هو يعمله وحاسس ان كتفه كويس وما بيبقاش عنده اي مشكله نعمله، او نعمله مثلا مره كل شهرين مفيش اي مشكله، بس هو بيخلي الشيب شكله حلو جدا. دي كانت اخر تمرينه النهارده معانا لعضلات الترايسبس. عملنا النهارده تمرينه كامله، اربع مجموعات، كل مجموعه تبقى من 8 ل 10 ومن 10 ل 12، بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه عشان انت ترتاح والعضله ترتاح. احمد شكرا جزيلا. تمرينه سهله جدا، لو ركزنا هنوصل اللي احنا عايزينه في وقت قصير جدا، وكل ما نحاول ان احنا نغير في شكل التمرين شكل الاكسرسايز هتلاقي العضله بتتغير وشكلها بيحلو. كل ما بتعمل التمرين ثابته او تبقى على روتين معين التمرين العضله بتيجي فتره كده وتعمل بلوك، يعني ما بتتغيرش شكلها خالص. كل شويه لازم نغير من شكل التمرينه، نعلي الوزن شويه، نقلل الوزن، نبدا نجري بالريبتيشن، نجري بالعدد شويه، عايزين نخلي طول الوقت العضله تدخل لها تمارين جديده. خلصنا وخلصت النهارده الحلقه، يا رب نكون قدرنا نسعدكم ونبسطكم. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، عندنا حاجات جامده جدا. سلام عليكم.